بعد مباراة مثيرة الأهلي يهزم طلائع الجيش العنيد 2-1 بهدفي أجاييه نجم المباراة ويواصل زحفه نحو الصدارة مرة أخرى. كابتن شريف ألف مبروك، مباراة عصيبة جدا جدا جدا. ألف مبروك كابتن. لا يوجد فوز سهل، والدوري السنة دي هيبقى ده شعار المباراة دي، هي دي الجايد أو ده دوري هذا الموسم. لابد أن تكون عندك شيء من الإصرار وشيء من الروح والتوازن بقى، يعني أديك شايف كل الناس بتلعب بتوازن هجومي وتوازن دفاعي، ودايما قدام البطل بيحبوا يقتنصوا أي شيء نقطة أو يفوزوا. حقيقة النهاردة أنا سعيد جدا بتأكيد محمد الشناوي انه من احسن حراس المرمى بسم الله ما شاء الله في مصر وفي المنطقه كلها العربيه وافريقيه. واقف يعني فتح عينيه شايف الدنيا كلها، عنده ثقه في نفسه كبيره قوي، حاسس بمعنى التيشيرت الاحمر شكله ايه. ولكن انا ليا شكل النهارده بعد المباراه دي، خلاص لابد بعد كده ان احنا في الظروف اللي احنا بنعيشها دي وبكميه اللعيبه اللي موجوده عندنا لازم يبقى عندك قوام. فاكر زمان يا ايمن بنقول لك ايه، عندنا قوام اساسي للفريق. صح. احنا عندنا نوعيه لعيبه اعتقد ان يعني بعيد عن الاصابات وبعيد عن اي حاجه احنا لازم نعتمد عليهم، وده في ال 45 دقيقه الاولى. لازم هو الشكل ده اللي احنا نعترف بيه. انا لازم اعترف بقى بقفشه وسوليه وديونج ومحمد طاهر وكهربا ومحمد شريف، كويس؟ صحيح. لازم انا ابتدي كده، لازم يكون عندي الشكل ده. في توازن دفاعي قوي جدا بين ديانج والسولية، وتحرر بين اللعيبه وتناغم، وفي نفس الوقت في بلاي ميكرز بيقدر يمشي اتنين من امهر اللعيبه زي طاهر محمد طاهر وكهربا، مع محمد شريف اللي هو دايما او بواليا اللي احنا بنتكلم عنهم ان هم دايما بيبقوا محتاجين السبورت اللي هو داخل منطقه الجزاء. اديك شفت لما الكره بتتنقل وبتروح عند ناحيه منطقه جزاء الخصم، العرضيات اللي بتروح اتنين تلاتة بيطلعوا لفوق وبيشوفوا بعض، وبيبقى فيه احمر 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 موجودين خمسة جوه ال 18. هذا الشكل لازم يكون موجود من اول الشوط. يعني مش هينفع انا بدل ما ببحث ان انا يكون ليا سبق التهديف يبقى انا فيا هدف، يبقى انا بلعب لعب متوازن، لعب ما فيهوش جرأه، لعب ما فيهوش شخصيه النادي الاهلي. هو ده اللي بيخلينا نقع في المطبات اللي احنا شفناها دي. صحيح. طلع الجيش النهارده الحقيقه ما يستاهلش الخساره الحقيقه. يعني الناس راحت على الجون والناس راحت بكل قلب وبكل روح، بشكرهم على الاداء ده. خلى اداء قوي من طلائع الجيش. لا اداء قوي وخلى للمباراه طعم كبير جدا واثاره كبيره جدا. انا مش عارف الماتش ده هيطلع تعادل ولا مين هيخطف الفوز. وكان الخطف لنجم المباراه مع الشناوي اجاييه، يعني الخطف والاصرار. بص الهدف اللي دخل ده، واحنا هنتكلم عن الاهداف وهنتكلم عن كل حاجه، في انطلاقه من لاعب عايز يستلم اي كوره، عايز يشوف اي حاجه يترجم منها هدف. مظبوط. اذا كان الهدف ده او الهدف الاولاني. مزبوط. وده نتيجه انه عمل فاول طول 90 دقيقه جه منها هدف في النادي الاهلي، فاول خارج بره ال 18 بيدافع فيه، ممنوع يكون هو موجود ده. مظبوط. اذا كان بيفكرني محمد عامر، فاكر لما جاب جول، لما جاب جول وعمل جول وبيرد ده. مزبوط. يعني دي حاله مشابهه يعني. ف المباراه النهارده لازم اللعيبه كلها تعرف ان الحكايه مش اسم، الحكايه مش ان احنا نكسب في اي وقت، الحكايه لا، الحكايه عطاء. الحكايه اللي احنا كنا عايزين نشوف في اخر ثلث ساعه دي نشوفها في اول ثلث ساعه. يعني انا لازم يبقى ده شكل الفرقه، ولازم مستر موسيماني كمان يكون عنده بعد مع اللعيبه دي قوي، وعنده روح يعني بال كبير مع اللعيبه، ولازم يصنف مين اللي يقدر يخلص له المهمه بدري بدري، ومين اللي يبقى موجود معايا بنفس القوه. بمناسبه اللي يخلص لي بدري بدري، احنا برضو هنتكلم كمان شويه على التغييرات. حمدي فتحي واخد النهارده الانذار الثالث، فهيغيب عن مباراه الاسماعيلي. كان ممكن مستر موسيماني طالما حمدي فتحي هيغيب عن مباراه الاسماعيلي يدي شويه لديانج اكتر من الدقيقه اللي في الاخر دي. بص انا هقول لك حاجه، قصه ديانج دي انا مش فاهمها لحد دلوقتي. يعني وجود ديانج او وجود دي رؤيه مدير فني. احساس المدير الفني بوجود ديانج الثلث ساعه او نص ساعه او يبقى منطقه قويه جدا ليه،
شعار النادي الاهلي ما بقاش ديفنس يعني شعار النادي الاهلي التوازن الدفاع الهجومي لا حاليا بقى لازم يكون هو ده لازم يكون انت بتفكر وبعدين ديانج الحقيقه ده ماتش سيمبا لما انا قعدت اتفرج على الماتش الوحيد اللي بيجري وبيعمل وبيغطي وتلاقيه عنده الروح وعنده السرعات وعنده كل حاجه انا ما اعرفش يعني بس هي وسام ما سالني في بس الاول بس الحته دي يا كابتن شريف ان هو كان يعني يديله زياده بالظبط كده لا الفكره ان هو ما بيفكرش في الماتش اللي جاي على قد ان هو بيفكر في الحاله اللي قدامه دلوقتي عايز يزود الناحيه الهجوميه فهي دي الفكره كويس. هو نزله هو لما حب يامن شويه في الاخر خلاص بقى هو جاب الجول ما فكرش في الاسماعيلي وهو قدامه 30 دقيقه عايز يحقق فيها المكسب ايوه فهو علشان كده بيفكر لما رجع قفشه بقى ديفندر في جنب عمرو السوليه انه يزود الناحيه الهجوميه ايوه فعشان كده رجع قفشه بس ديانج زي ما كابتن شريف بيقول عليه لا غنى عنه طبعا في الفريق طبعا من العناصر الاساسيه ايمن بيسال ايه الفريق طبعا بيقول لك ليه متاخر دايما في الدفع بديانج هو خلاص زي ما قال اسامه بيبقى مشغول شغل بحت دلوقتي ازاي يخش منطقه الجزاء الخصم يخش بالهدف ولكن وجود ديانج برضو ما هو ده من العوامل اللي بتخليك في وسط ما بتخليش الكره تيجي عليك صح انت لاخر ثانيه عندك جوال بتخش فيك عندك اطراف بتروح وتعمل عرضيات في اخر ثانيه انت معرض انك تتعادل او معرض كنت قبل ما تجيب الهدف بتاعك يخش فيك هدف ثاني هو ده الفكر اللي المفروض الجهاز الفني كله يبقى واقف مع مستر موسيماني بيتكلم بنشوف الدنيا دي فيها ايه يجوز حمدي فتحي لما جاله الثلاث بطاقات هترجع ديانج ما هو ديانج ده لو يرجع ما ينفعش يعني ما يبقاش موجود لا انت مظبوط ده في لعيب عندك بيقول لك عمود فقري يعني ده عمود لا فقري لا انا وجهه نظري في ايه في الحته في الجزء دوت انا الماتش الجاي خسران حمدي فتحي اوريدي واخد ثلاث انذارات بس هو ما جاش في باله وهو في المباراه في الجيم في لما جاله الثلاث انذارات ان حمدي فتحي بره المباراه الجايه لا ده انا بفكر في الحاله اللي قدامي دلوقتي ماشي. انا ازاي اعدي المباراه دي واطلع بيها بالثلاث نقاط كويس بعد كده بفكر علشان كده قال لك ازود بقفشه في نص الملعب اطلع هو خلي بالك مش ما طلعش حمدي فتحي عشان عنده انذار ممكن يعني خاف ياخد انذارتين لا ده هو للناحيه الهجوميه الزياده عشان كده نزل ولتر بواليا جنب مكان محمد شريف ونزل قفشه عشان يزود الناحيه الهجوميه ده كان التغيير بس ديانج طبعا لا غنى عنه في نص الملعب لسبب انه هو بيجيد انه ياخد الكره الثانيه في وسط الملعب ويبدا تاني يشتغل بيقطع في نص ملعب المنافس مزبوط. وشفناها في الوقت اللي نزل فيه بدا يروح صحيح خلاص صحيح. فرقه راجش ما بقتش تطلع عليك بالهجمه بالزبط. عكس الشوط الاولاني هو لما نزل ديانج في الاخر يعني بيامن لا. الفتره لا سيبك من نزول ديانج في الاخر ثانيه دي يعني بيضيع الثواني الاخيره لان دي اخر ربع دقيقه لكن انت فاهم وجهه نظري انا مع اسامه كويس حتى لو حمدي فتحي عنده الانذار التالت كابتن اسامه بعد اذنك نروح بس لارض الملعب وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي جديده بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه لقاء الاهلي وطلائع الجيش وفوز النادي الاهلي فوز غالي في الدقيقه 90 على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي ماتش صعب ماتش لم يحسم الا مع الدقيقه الاخيره لكن هي دي دايما المواقف اللي بنتعلم منها والمواقف اللي بنحكيها الجيل بعد جيل طبعا تحياتي كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل وكابتن اسامه حسني مباراه زي ما انت قلت صعبه جدا يعني صعوبتها طبعا بعد الخساره اللي احنا عملناها في ماتش سيمبا كنا لعبنا تحت ضغط يعني لكن الحمد لله اللعيبه الحمد لله قدرت في كالعاده يعني في الدقائق الاخيره ان احنا نحسم المباراه وبشكرهم طبعا على الجهد دوت الحمد لله كنا محتاجين الفوز ده جدا جدا يعني معنويا اعتقد اللعيبه كانت محتاجه جدا يعني ترجع الثقه تاني في نفسهم وترجع تاني نبدا الطريق جديد تاني بالنسبه لنا اعتقد الحمد لله مكسب مهم بهنيهم وبهني جمهور الاهلي كابتن سامي واضح ان اللعيبه لسه متاثره بالفعل من بهزيمه سيمبا يعني حتى بدايه دخولك للقاء كان لسه في تاثر بنتيجه المباراه اعتقد ان اللعيبه كانت متاثره جدا بهذا الهزيمه الاخيره امام فريق سيمبا انا قلت لك اللي احنا كنا محتاجين فوز دوت زي ما انت قلت اللعيبه متاثره شويه لكن الحمد لله مع مرور المباراه الحمد لله اعتقد اللعيبه كانت عندها شخصيه وقدرت تفرد شخصيتها على الفرقه وعلى المباراه اعتقد الحمد لله
الحمد لله حققوا نتيجه مهمه جدا وغاليه جدا يعني. وخلينا نتفق برضو ان كل المباريات صعبه جدا يعني. فرقه الجيش فرقه عملت ماتش كبير جدا يعني، ترتيبها في الجدول كان مهم جدا، لا تحاول عاوزه تكسب على الاقل نقطه يعني، لانها في موقف صعب جدا يعني، بيقاتلوا بيلعبوا تكتل دفاعي منظم، واعتقد حتى التغييرات اللي هم عملوها برضو معظمها دفاعيه. اعتقد الحمد لله اللي احنا استغلناه دوت، اللي احنا دفعنا برضو بكل النواحي الهجوميه اللي عندنا، وقدرنا الحمد لله نحسم المباراه. عملت الجهاز الفني عمل مجازفه في الشوط الثاني بخروج حمدي فتحي، وكان لازم ان انا اجازف ولازم ان انا بدور على الثلاث نقاط، اعتقد اتت ثمارها في الدقيقه الاخيره. الحمد لله يمكن احنا برضه عملناها في مباراه قبل كده، والراجل بيشتغلها في التمرين، واعتقد الحمد لله اللعيبه ادتها كويس يعني، وكان طبيعي اللي يبقى عليك فرص لانك انت بتعمل ريسك يعني، تفضي نص الملعب وبتعمل اتاك لكل اللعيبه اللي موجوده، واعتقد الحمد لله اعتقد ان فريق النادي الاهلي ما ينفعش تعمل كده يعني، واعتقد الحمد لله الراجل عملها كويس وقدرنا الحمد لله نحسم المباراه الحمد لله. النهارده مباراه كبيره من اجاي، مباراه كبيره من الشناوي، واعتقد ان في تصدي للشناوي قبل الهدف بلحظات، اعتقد هو دي من نقاط اللقطات المؤثره في المباراه. لكن انا عايز اتكلم على اجاي النهارده، واللي توظف في اكتر من مكان في الملعب، وكان واحد من نجوم المباراه اللي ما كان هو نجم المباراه الاول. خلينا برضو زي ما انت قلت، برضو الشناوي عمل انقاذ مهم جدا في توقيت مهم جدا يعني، ويمكن الفرق الكبيره دايما يبقى لازم يكون عندها حارس كبير زي الشناوي، واعتقد الحمد لله احنا محظوظين ان احنا عندنا حارس زي الشناوي. اجاي عمل مباراه مهمه جدا، وزي ما انت قلت لعب في كذا مركز، قدر يحسم المباراه، استغل الفرص اللي جات له بشكل كويس، واعتقد الحمد لله لعيب بالنسبه لنا مهمه جدا، والنهارده الحمد لله اثبت كده الحمد لله. الجلسه اللي جمعت ما بين الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط مع الجهاز الفني، اعتقد اكيد ليها بعض الامور الفنيه للمرحله القادمه، وانت عارف ان في النادي الاهلي طموحنا طبعا البطوله الافريقيه، الدوري، كل البطولات اللي احنا موجودين فيها ومطالبين بيها. طبعا كالعاده الكابتن دايما يعني معانا في ظهرنا في كل الاوقات اللي احنا بنمر بيها يعني، سواء مكسب او خساره او اي وقت يعني من الاوقات، دايما الحمد لله كابتن موجود معانا، وكابتن محسن وكابتن زكريا دايما معانا، وزي ما انت قلت كانت جلسه مهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للجهاز وبالنسبه للعيبه. اعتقد اللعيبه اتعهدوا، واحنا كجهاز برضو نفس القصه، اللي احنا نبدا تاني من جديد ان شاء الله بطموح كبير وبدايه جديده ان شاء الله للبطولات اللي جايه ان شاء الله. اعتقد الحمد لله ان النهارده، عشان كده كنت بقول لك وبكررها تاني، اللي احنا كنا محتاجين جدا الفوز دوت، واعتقد الحمد لله اللي هو جه في توقيت مهم بالنسبه لنا، رجوع ثقه لينا تاني ورجوع ثقه اللعيبه والجمهورنا تاني، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا هتبقى افضل ان شاء الله. كابتن سامي، انت قريب من نبض الجمهور وقريب جدا من انطباعات الجمهور، يعني عايز اقول لك برضو بصوت الجمهور، الجمهور كان زعلان شويه من الاداء في المباراه الاخيره امام سيمبا، يعني بغض النظر عن الطقس والظروف اللي كانت في المباراه والوجود الجماهيري الصعبه، لكن انت بلسان الجمهور بيقول لك الجمهور كان زعلان شويه. طبعا وده حقه طبعا، واحنا بنعترف اللي كان فيه اخطاء، وده طبيعي يعني، انت بتلعب كره قدم، ووارد جدا ان انت تكون مش موفق يعني في كل عناصر اللعبه يعني، نواحي فنيه، جهاز فني، لعيبه، الظروف اللي بتحصل يعني، وانت عارف النادي الاهلي دايما ما بيحبش يجيب مبررات، لكن احنا بدانا بانفسنا، والراجل دايما اتكلم في النقطه ديت، اللي احنا عندنا اخطاء نحاول نعالجها، نفس القصه اللعيبه، نفس القصه اي حد في المنظومه لازم يرجع تاني للاول، وطبعا دي طبيعه الكوره اللي انت لازم تحترمها في كل اوقات، لازم تحترمها وانت بتكسب وانت بتخسر، حتى لو انت عملت اخطاء لازم تعترف بيها عشان ترجع اقوى تاني، واعتقد الحمد لله ان احنا ان شاء الله اعتقد ان احنا استغلنا برضو الحاجات اللي احنا السلبيه اللي احنا عملناها، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون الامور كلها ايجابيه بالنسبه لنا ان شاء الله. اخيرا الفتره الجايه مباراه فيتا كلوب، مباراه صعبه جدا، اعتقد النهارده ثقه كبيره جدا بتعود للعيبه بالفوز في الدقائق الاخيره، شايف المرحله اللي جايه ازاي ومباراه فيتا كلوب؟ مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا طبعا في البطولة يعني، وانت عارف الماتشات الافريقية كلها صعبة، المجموعة معقدة جدا، مجموعة صعبة جدا بالنسبة لنا، لكن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في لاعبتنا، وعندنا ثقة كبيرة جدا ان شاء الله ان هم يأدوا اداء مرضي ليهم، والجمهورهم برضو نفس القصة، وانت عاوز افكر برضو الناس اللي احنا السنة اللي فاتت برضو في بدايتنا في دوري المجموعات، يمكن احنا حصلنا انكسار في النجم الساحلي، وبعد كده رجعنا هنا كسبنا الهلال، وبعد كده طلعنا بلاتينو وتعادلنا، وبعد كده رجعنا كسبنا تاني يوم وطلعنا الهلال اللي تعادلنا ورجعنا كسبنا، فاعتقد الحمد لله ان الحمد لله اللي بتيجي في الاول عشان ناخد خبرات وناخد عزه اكتر، وان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعد جمهورنا ان الفتره الجايه ان شاء الله نكون امور ان شاء الله بشكل ان شاء الله افضل ان شاء الله. اخيرا عايز اخد منك كلمه بقى من القلب للجماهير، تقول ايه للجماهير؟
انا عارف طبعا ان انتوا زعلانين جدا ومقدر جدا ومقدرين جدا كلنا جدا من اول الكابتن لينا كجهاز للعيبه، واحنا انتوا دايما بعد ربنا سند لينا. ويمكن انا حابب ان انتوا دايما تبقوا في ظهرنا، خصوصا احنا بنبقى محتاجينكم في الاوقات اللي هي الصعبه اللي احنا مرينا بيهم الماتش اللي فات. يعني بنعتذر لكم طبعا، ونتمنى ان شاء الله تكونوا في ظهرنا كالعاده وتكونوا مؤازرين لينا في كل الاوقات ان شاء الله، واحنا ان شاء الله مش هنخذلكم وهنعمل اقصى جهد لينا، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يكون رقم واحد. شكرك كابتن سامي. شكرا. كابتن ايمن، اعتقد الرساله في غايه الاهميه من الكابتن سامي قمصان لجماهير النادي الاهلي. طبعا عندنا اخطاء وبنعترف بالاخطاء اللي كانت عندنا في المباراه الاخيره، لكن عايزين جمهورنا زي ما احنا متعودين دايما ان جمهورنا يكون في صفنا. ان شاء الله هنحقق كل طموحات وامال الجماهير خلال الفتره القادمه. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. احنا زي ما تعودنا طول عمرنا في النادي الاهلي، الجمهور ورانا ورانا، الجمهور معانا معانا، الجمهور هو اللعيب نمرة واحد، الجمهور هو الأصل وإحنا اللي بنيجي بعديه. الجمهور دايما، جمهور النادي الأهلي معودنا على حاجة واحدة، هو شعارهم على الحلوة والمرة معاه. كابتن، كان ليك تعليق بسيط قبل ما نروح لكابتن أسامة عربي. لا، أنا وأسامة بنتكلم في نقطة واحدة. كابتن عادل برضه، عادل لا بيحب ياخد الكلمه في طيب الموضوع لوحده. خلينا نروح لحته ثانيه. طب ماشي، اتفضل. ال ديانج وما يوازي ديانج، وكنا بنتكلم في الحته دي، وجوده واهميته، مش ان هو مساله انت بتلعب في حاله هجوميه يا اسامه ولا في حاله دفاعيه. لا، ديانج هو اول ساتر بالقوه بتاعته وبالروح اللي بيلعب بيها وامكانياته، بيخليك انت على طول عامل حائط صد في الاولاني، بيستلم الكره ويبعتها على اليمين، يبعتها على الشمال، داخل لجوه، مديك حاله كويسه قوي. انما ما يواكب بقى خريطه الطريق اللي جايه فيها ديانج وفيها غير ديانج، لازم يكون فيها برواز ورؤيه، والروح اللي شفناها يا اسامه في اخر 10 دقائق الساعه هي دي اهم ما في الموضوع كله. بوجود ديانج، بوجود كهربا، بوجود اي حد، هو ده الشعار. هي دي المفروض تكون البدايه، هي دي البدايه والنهايه وكل حاجه، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. شوف اسامه كان عايز كان في ديانج. مبروك النادي الاهلي الاول، فوز مستحق بعد يعني مباراه عصيبه. طبعا مباراه عصيبه جدا، الف مبروك. كان فوز مهم جدا بعد الهزيمه الاخيره بتاعت سيمبا، الناس كانت مستنيه كده. وزي ما الكابتن شريف يعني هبتدي من اللي نهى بيه الكابتن شريف، كنا نتمنى اللي هم الربع ساعه الاخيره، رغم ان فرقه طلائع الجيش برضو عملت خطوره عكسيه، يعني ما كانش الخطوره في اتجاه واحد، ولكن الشكل العام بتاع النادي الاهلي في اخر ربع ساعه و10 دقائق ان احنا خلاص قربنا على هدف الفوز. يعني كلنا كنا بنقول هي دي يعني كان في احساس باين في ال10 دقائق الاخيره ان العدد كثافه عدديه، زياده عدديه جوه ال18، تكمله من اكتر من واحد، واحد واخد القريبه، واحد في البناء. كابتن اسامه، بعد اذن حضرتك هنروح بس للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني هيقول ايه عن احداث المباراه. يا very emotional game. مباراه حساسه جدا. tough game. ومباراة صعبة وقوية. Played against strong opponents. لعبنا ضد قسم قوي جدا. They also created chances. هم كمان كانوا بيخلقوا فرص. But we created also many chances. ولكن احنا كمان خلقنا فرص كتيرة. Difficult game. كان جيم صعب شوية. But at the end we won the match. ولكن في الآخر احنا كسبنا المباراة. And that's the most important thing. وده كان أهم حاجة بالنسبة لنا. Yes, it's very difficult. We come from a loss. صعب جدا انك تيجي من الخساره in the Champions League. في 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 الدوري الابطال. Now emotional balance is not the same. والاحاسيس بتاعتنا ما كانش فيها انضباط شويه. We have to understand how the players feel. لازم نفهم ازاي اللعيبه، احاسيس اللعيبه ايه. But they showed character. لكن هم اظهروا شخصيه. And they fought up till the end. وحاربوا حتى النهايه. Scored two goals. احرزنا هدفين. We got the three points. واخدنا الثلاث نقاط. ده اهم حاجه في المباراه النهارده. اتفضل. هو
Ajay scored two goals, who is the team who is off today. What would you like to say about Ajay, who is not fit 100% and scored two goals? And Shinawi, who saved a lot of big chances. Yes, when it's difficult you need important players to come up. لما يكون المباراة صعبة انت بتحتاج اللعيبة الكبيرة دايما علشان تقدر تعدي المباراة. The captain has been very good. الكابتن كان هايل في المباراة. مش الماتش ده بس. Even in the World Cup. حتى في كأس العالم الأندية وقبل كده. He's showing leadership. هو بيظهر قوة شخصية ولما الفريق محتاج ان هو ينقذه هو دايما بيظهر. هو راجل خبرة. هو مش في قوته ولسه متخلف شوية في الفتنس ولكنه عنده الشخصية ان هو يحارب الفريق ان هو يجيب جون. We congratulate you for the for today's win. We are always attend with you conferences in the matches, and it's the first time for me to feel that you're a little bit sad. And the other point. The changes that you made during the time that Talaa El Geish was making changes and they put five players on the midfield and you take off Hamdi Fathi and this was really dangerous over the Ahli team. You weren't worried because of this this kind of structure could make for you a problem? No. لا خالص. Yes, you are right. I'm a little bit emotional. أنا كنت كان عندي أحاسيس كده بقى. Because of the way the game went. لأن مجرى المباراة كان صعب شوية. It's normal. وده طبيعي. It's not a 3-0 easy. 3-0 ان انت تكسب 3-0 ده مش سهل. Yes, there are emotions, you are right. ولكن في احاسيس هنا انت عندك حق. When we want to win the match, ولما احنا بنكون عايزين نكسب المباراة you don't put defenders. انت ما بتحطش مدافعين. You put attackers. انت تحط مهاجمين. And that's what we did. وده اللي احنا عملناه. And also Hamdi City won a yellow card. وده عشان كان في كروت صفراء كتير كمان. احنا حطينا قفشة كرقم 8 علشان يقف مع السولية. وحطينا اتنين مهاجمين في الامام وكنا كل كانت الفرقه كلها بتهاجم لان احنا بنحاول نكسب المباراه واحنا كسبنا المباراه في الاخر. ده ممكن يبقى كويس ولكن مؤثر في النتيجه. طبعا بنبارك لحضرتك طبعا على الثلاث نقط. We congratulate you for the three points. الأهلي couldn't lose two matches and we know the what happened in Simba's match. إلا إني بس يعني سؤال لحضرتك. My question is. إيه سبب تأخير التغييرات كل مباراة؟ وإيه سبب إن كل مباراة نشوف في الخط الأمامي بالذات تغييرات كتير جدا؟ Why your substitutions were a little bit late؟ And why you're making too many substitutions contrary to the first match? And we would like to know why the substitutions were a little bit late. No, we got the wingers back. I'm sorry? We got the players who play on extremes back. لعبنا باللعيبة من الجنب ومن الخلف. And we got Tahir back. And we got Tahir. وكان معانا طاهر. Yes, we didn't have the wingers. احنا ما عندناش الوينجين. ما كانش عندنا الوينجات دي في ماتش سيمبا. وخلينا كهربا وينجر النهارده وخدنا طاهر. النهارده الوينجات بتاعتنا رجعت. في سيمبا كان عندنا خمس لعيبه بره. حاجه اخيره بس. One last thing. استبعاد ديانج دايما للمباريات خلال الفتره اللي فاتت. The reason of always taking Diang off. In this. لا ديانج بيلعب كل مباراه. ديانج بيلعب كل مباراة. هو كان مبتدي في مباراة سيمبا. انهي ماتش هو ما لعبش فيه؟ في الدوري؟ In the league. You mean in the league? No, we don't have the league or what. لا انا ما عنديش دوري او اي حاجة. انا عندي هو بيلعب اي ماتش. He's playing every match. يعني
مفيش حاجه معينه. There isn't any specific reason. What reason? أي أنهي؟ You أنت عايز سلاية يلعب؟ طبعاً حمدي يلعب. وأنت حمدي يس أنت حمدي أوت. أنت عايز حمدي برا؟ No. Who do you want? أنت عايز مين؟ Which is your team? Tell me. مين players you would play? مين الفريق اللعيبة اللي أنت عايز تلعب بيها؟ خليني أسمع. Because the coach can listen also. لأن المدير الفني ممكن يسمع كمان اللي أنت بتقوله. حضرتك السوداسي طبعا لا غنى عنه. The three. The three we couldn't take any one of them off. We need them. We need them. Please. لو سمحت. سلايا لعيب كويس هو لعيب أسطورة. حمدي لعيب في المنتخب المصري زي ديانج برضو. Congratulations for the three points in the building. The first question is the building of the team. Sometimes you face some problems in continuing with the ball. And the second question is, معلش سؤال تاني. Why don't you use the set pieces, the fouls and the... No, we do use the set pieces. لا, احنا بنستخدم الكرات الثابتة. We don't score from the set pieces. This year. السنة دي. لو. If you really made your research, لو انت بتدوري كويس استني okay. We scored more set pieces this year. احنا السنه دي حطينا اجوان كتيره من الكرات الثابته اكتر من السنه اللي فاتت فدوري. We are improving, okay. احنا بنتقدم دايما وده اداء احسن. A little bit slowly in building the attacks. Madam, slow, fast. I mean, please. Congratulations for your winning. He is speaking about the pressure of the matches. Yes. You're having too much message, and that's right now Ajay just came back for you. Did this give you an ad? Of course, he's got the two goals. فبالطبع هو النهارده حط جونين ولعب كويس في قطر. ونحن محتاجينه. فاحتاج لي. احنا محتاجين للعيبه كلها. Not because he only scored today. مش عشان هو النهارده بس جاب جوان. We need everybody. احنا محتاجين الجميع. According to the pressure of the matches, and Ahli will be playing 13 matches in less than 60 days. So, what's your opinion about this? Let's talk after 13 games. لما نتكلم بعد الماتشات لما تنتهي. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل قدام. Okay. We didn't play very, very good tonight. احنا we did play. We did not play very احنا ما لعبناش كويسين قوي النهارده. We struggled a little bit. كان عندنا بعض الاخفاقات. علشان انت ما تقدرش تخسر. We don't want to lose. واحنا مش عايزين نخسر. ده خوف من الخساره. We want to win. We want the match. احنا عايزين نكسب. عايزين نكسب الماتش. ولكن الثلاث نقاط بجونين. مش سهله. But what's important is is what happened at the end of the match. It's not how you start, it's how you finish. هو مش زي انت مش زي مش المفروض انت زي بتبتدي ازاي انت بتنهي. Congrats for the three points. One thing. The second time the Ahli couldn't reach the goal early and you score late. But today it only finished with the talent of Junior Ajay. Yes, the game is not who scored first. The game is? The game. The results of the game. النتيجة بتاعت المباراة. It's not who scored first. مين اللي بيحط الجون الأول؟ It's what happens in the last. اللي بيحصل. النتيجة بتخلص إزاي في آخر دقيقة من المباراة؟ Sometimes you score first. أحيانا أنت ممكن تجيب جون الأول. Like Algesh.
زي الجيش وبعدين انت تخسر المباراه. اخر مره احنا كنا بنكسب كنا بنلعب هنا في حد سكور جونين وفي الاخر احنا جبنا 3 جوان. هي دي شخصيه النادي الاهلي، هي دي شخصيه الفرق الكبيره. هو مش احسن الناس، مش احسن حاجه، ولكن اللي بيوصله الجيل ده كسب دلوقتي 3 بطولات، راحوا كاس العالم الانديه جابوا جوان النهارده، جابوا 3 نقط وهنتكلم بعدين. مش هيبقى كل يوم كويس، والحياه مش كده، حتى لنفسك انت شخصيا. بكره ممكن تبقى تحت وبعده تبقى فوق. ليفربول. شكرا. زي ما قال مستر موسيماني، احنا اتكلمنا على البدايات، هو بيقول لك والنهايات اهم. اتكلم عن ماتش النهارده وقال لك ان طلاع الجيش هو اللي جاب الجول الاول، ولكن في النهايه النادي الاهلي هو اللي فاز. ويتكلم عن مباراه المقاولين اللي المقاولين كان متقدم فيها هدفين، ولكن شخصيه لعيبه النادي الاهلي ظهرت في الاخر، وفي الشوط الثاني قدروا يغيروا النتيجه ويغيروا مجرى المباراه وكسبوا 3-2. فكلم بقى هو كمان على الحته اللي احنا بنسال فيها وبنتكلم فيها، حته الثلاثه اللي في النص. ليه ديانج ما بيلعبش؟ هو انت لو انت بتلعب، هو بيقول لو انت بتلعب باي اثنين انت هتسال عن الثالث. يعني لو حمدي فتحي مثلا ما بداش، هتسال طب فين حمدي فتحي؟ انت هو بيقول لهم كده، بيقول يعني ان هو لو حمدي ما بداش هتسال عن حمدي، لو السوليه ما بداش هتسال عن السوليه. المهم اللي بينزل ينزل ويأدي، ودي رؤيه الجهاز الفني. كابتن اسامه، طبعا احنا عايزين برضو بنتمنى الشفاء العاجل للدكتور عمرو محب المترجم الخاص لمستر موسيماني لاجراء عمليه جراحيه، ان شاء الله يرجع ويقوم بالف سلامه. وكان المترجم النهارده رامي احمد بكر، ابن المدير الاداري السابق للنادي الاهلي كابتن احمد بكر. كابتن اسامه اتفضل. يعني انا بتكلم في نقطه اللي اتكلمتوا فيها اسامه وشريف وعادل قبل، عشان انت تسالني بقى السؤال تاني من اوله اللي انت كنت عايز تساله لي عن الاداء بتاع النادي الاهلي في خلال الماتشين، اللي هي تغيير ديانج في اخر ثواني. تغيير ديانج في اخر ثواني في الدقيقه 95 وتقريبا 16 ثانيه، وهو الوقت اصلا الاضافي كان 5 دقائق، يعني هو نزل ثواني. ده ما بتبقاش تغييره ذات اهميه قوي، انه قد ما هي خلاص ان الماتش انت جبت الجون الثاني والحكم يعني لعبه وحاجه وهيصفر، يعني منها تعطيل شكل فرقه الجيش لو عايزه تهاجم، منها لو في كوره مثلا واحد نازل بحماس ممكن يقطع، لكن مش عشان يغير حاجه كبيره، لان هي ما فيش لعبه او لعبتين والحكم صفر يعني. بالنسبه لحمدي فتحي وانه عنده انذارين وخد الانذار التالت مش هيلعب ماتش الجاي الاسماعيلي، المدير الفني وهو اثناء اللقاء بيفكر في المباراه اللي عنده دلوقتي اللي هي تحت ايده، 3 نقط اللي تحت ايده. كويس. عارف هو لو هو كسبان مثلا 2-3 وحمدي فتحي زي ما انت قلت خد الانذار الثالث، ممكن يفكر الاعب ديانج مثلا 25 دقيقه او نص ساعه عشان اصله الماتش الجاي لو انا ضامن الماتش خالص. لكن الماتش لسه في اثنائه، هو بيفكر في التغييرات اللي من وجهه نظره هتكسبه اللقاء. أيوه. ده بالعكس كمان لما بيكون واحد عنده الانذار الثالث ومش هيلعب المباراه اللي بعديها، بالعكس انت بتطول معاه الماتش خالص، يعني بتخليه عايزه ينهي لو هو في حاله كويسه. أيوه. لكن حمدي فتحي النهارده اساسا الحاله بتاعته ما كانتش جيده، يعني هو كان تغييره حصل في الدقيقه 63 لما بواليا وطاهر نزل وطلع محمد شريف وحمدي فتحي. يعني هو ما غيرش. بص للانفراد ده يا كابتن اسامه. لا الشناوي طبعا لما نجيب الحلقه زي الاروع الشناوي. يا ريت هو بس سمير يعني هو بيجيب، لا سمير جاب ملخص بس. عشان لما نتكلم على الحالات احنا بنخش تاني. لا لسه غير نتكلم الحالات. ما هو نتكلم على الحالات ولا لا مش هنتكلم على الحالات. ده ملخص عام. ملخص عام. اصل الواحد لما بيتكلم بنتلخبط بين لا ده ملخص عام. فدي نقطة. فهو غير قفشة في نص الملعب على أساس إن قفشة مكان حمدي لما نزل
كهربا وبواليا وطاهر على اساس يعمل زياده عدديه، لان هو احنا كنا متعادلين وعايزين نجيب الجون الثاني. فلعب بكثافه قدام ببواليا وجاي تحتيه وكهربا وطاهر، يعني بقينا الاربعه وقفشه والسوليه، بس قفشه كمان بياخد الجزء الامامي تحتيهم كانه صانع اللعب ويرجع تاني ارتكاز مع السوليه. فهو كان ممكن يلعب ديانج، وديانج من العناصر المهمه، كلنا متفقين ان هو من اهم العناصر في النادي الاهلي، لكن هو كان عايز يزود الناحيه الهجوميه بقفشه لما يبقى في نص الملعب ويزود بالاربعه دول قدام. ودي يعني وضعت في نهايه العشر دقائق او ربع ساعه الاخيره لما نزل كمان كهربا مكان الشحات، وبقى طاهر وبواليا وكهربا ومعاهم اجايه في الثلث الاخير ومن وراهم قفشه. النادي الاهلي بدايته الشوط الثاني اشرس بكتير من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني تقريبا انت بتلعب يعني مريح شويه، فرقه طلاع الجيش كانت من واخده من البدايه اقوى في الالتحامات، اقوى في كميات الجري، اقوى في التحرك، اقوى في كل حاجه. في الكره الثانيه انت ابتديت تخش في نهايه الشوط الاولاني، لكن ابتديت الشوط الثاني كويس، والموضوع كان رايح جاي بينك انت وفرقه الجيش لغايه لما حصل الثلاث تغييرات الهجوميه، وبقينا في اكتر من كوره مؤثره داخل ال 18 بعدد زياده من بواليا اللي نزل عمل يعني حركه في جوه ال 18 وخد معظم الاشتراكات. هو صحيح ما جابش جول، بس خد معظم الاشتراكات اللي كانت جوه ال 18، التحامات الهوائيه. حتى الجون الثاني هو سبب رئيسي صحيح في ان الكره وقعت وجايه يكملها. صحيح. بالنسبه لفرقه طلاع الجيش طبعا انا بحييهم جدا جدا، وبحيي الكابتن وبحيي الكابتن عبد الحميد بسيوني، هنرجع لهم في النواحي الفنيه. يعني ادوا بشكل كويس بإذن الله. وهي كره القدم كده، لكن النادي الاهلي بخبرته قدر يخطف الجون الثاني. صحيح. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نشوف الرؤى الفنيه لاحداث المباراه مع الكابتن عادل والكابتن اسامه، ولكن بعد الفاصل ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز صعب ولكنه مستحق. يعني في البدايه احنا قلنا ان يا ريت النادي الاهلي يبدا زي ما بينهي. احنا اكثر من مباراه يمكن شعرنا الموسم ده البدايه النهايه بتبقى افضل من البدايه. مظبوط. كتير جدا، وده انا مش عارف اجيبها منين، لكن انا شفتها اكثر من ليها اكثر من وجه. يعني الوجه الاولاني ممكن يكون اللعيبه النفس الثاني اللي لياقتهم اعلى من الفرق الاخرى اللي احنا بنلعبها، لكن لما انت وقعت في موقف بتاع سيمبا ما قدرتش تعوض في الاخر، عشان احنا قلنا قبل كده انت ممكن تعدي مره، تعدي الثانيه، مع تعدي الثالثه ممكن الرابعه تقف. وقفت معاك في وادي دجله لو فاكر، وقفت معاك بنك الاهلي وبيراميدز، وقفت معاك لانك الثاني شوط الفرقه كانت احسن وكل حاجه، لكن بنضيع اهداف. لكن الميزه في البطل ايه يا كابتن؟ انك انت رغم يمكن موسيماني اتكلم في الامر وقال احنا مش جيدين او مش كويسين النهارده، ولكن افضل حاجه للفرقه الكبيره هي دي سمه الابطال او الفرقه البطله او الفرقه اللي بتروح لبطوله، لما بيكون ادائها مش ممتاز او ادائها مش كويس بس بتعرف تكسب المباراه، ودي سمه البطل. يعني انت ممكن يعني بخبرات لاعب زي جايه ممكن تخلص جونين، خبرات لاعب زي محمد الشناوي يخليك دايما عندك امل انك تكسب، لان محمد الشناوي انقذ الجون اكتر من 3 4 فرص. يمكن محمد الشناوي من وجهه نظري ودي سابقه للوقت انه ممكن الناس تقول اجايه نجم المباراه، انا في رايي محمد الشناوي هنقولها في الاخر دي لما نيجي ناخد يعني استفتاء لنجم المباراه، لما يجي يشيلك من هدف والتاني والتالت في وقت صعب الهدف اللي انت تجيبه اوكي، لكن لو محمد الشناوي ما كانش وقف بخبراته بقوته دي. نتكلم بقى في حاجه مهمه قوي في التكتيك في الملعب، ويمكن انا سمعت الاراء بتاع ديانج ومش ديانج. انا من وجهه نظري دايما المدرب اقرب واحد لفرقته طبعا، هو اللي عايش معاهم، هو اللي بيشتغل معاهم، لكن احنا بنتكلم على قدرات لاعبين. احنا بنتكلم على قدرات ديانج، من افضل قدرات لاعب مش في النادي الاهلي بس،
ولكن كمان في الدوري المصري. معنا ارقام جايين النهارده يا كابتن عادل. لا انا بتكلم على ديانج. ديانج من افضل لعيبه الدوري المصري بحاله مش النادي الاهلي بس يمكن يعني. ولكن الحته التكتيك بجوه الملعب موسيماني هو حر، هو في الوقت هو شايف هيلعب مين، هو مش شايف. انا طول عمري بقول ان التشكيل ده خاص بالمدرب فقط ورؤيه فهم. المدرب هي. والمدرب هيعمل ايه وهيشتغل ازاي وهيغير ازاي المدرب هي. ممكن المدرب يغير طريقه لعبه بلاعب او باثنين او بثلاثه، ممكن يغير في مدربين بيغيروا جوه الملعب وبيلف ست تغييرات ايوه. وده كان مانويل جوزيه، كان مدرسه مانويل جوزيه، كان مانويل جوزيه ممكن يغير باك رايت بفيرود، عاوز هو يغير باك رايت فينزل فيرود ويلف الملعب ويدور الملعب بخمس لو معاك الامكانيات. لو ما انت عندك الامكانيات. لا انا بقول لو معاك الامكانيات ودي متواجده في النادي الاهلي يعني. ولكن خلينا بقى نتكلم في النقطه المهمه بتاعه النادي الاهلي، الروح والجدعانه والقلب، وانك انت قاعد لاخر دقيقه حاسس انك هتجيب جول. ليه؟ علشان دي روحك وقوتك. احنا بنتكلم في الصفه دي اللعيبه اول ما بتيجي بتركبها على طول تروس وبتخش فيها، لان النادي الاهلي عدى عليه يعني بواليا لسه جاي بقاله 3 شهور او شهرين وعنده الروح دي ان هو يقاتل على الكوره ويطلع بدماغه علشان ده احنا في اخر ثانيه عشان نجيب جول. هو النادي البطل كده. فهي دي ممكن تبقى ميزه كويسه لينا كفرقه، ولكن الميزه اللي هي انا بعتبرها ده الجول الاولاني. ممكن تجيبه لنا من الاول بعد اذنك؟ بص يا كابتن، الجول الاولاني ده يديك يعني انا الكابتن شريف عبد المنعم قال كلمه عجبتني على اجاييه، قال لك اجاييه حس ان هو عمل فاول، لعب عمل كل حاجه، جاب جون وجاب الثاني وكسبك، ويمكن ضرب مثل بالكابتن محمد عامر في ماتش الزمالك اهلي والزمالك. ولكن الامر يتطلب في ايه؟ انك انت لازم طول الوقت يبقى عندك هجمه والثانيه، مش بمعنى هجمه الكوره، لا انت بتتكلم. هو ده الجول من اوله يا كابتن. انت يا كابتن بتتكلم يعني الباص في تحرك كويس تمام، قفشه شايف تحرك اجاييه كمان. لا ما هو اجاييه من افضل اللعيبه تحرك، ما بيتحركش بسرعه قويه مش سبرنتات، ولكن بيتحرك بتاعه ترد، ولكن في فكر ان هو ازاي يسرق اللاعب من ورا. وهو اللعيب كمان ما هو دي بص يا كابتن، بص غلطه اوريك غلطه كبيره قوي لعيبه الجيش والغلطه دي بيشترك فيها كل لعيبه مصر من المدافعين بتوع مصر كلهم، ان هم يتفرجوا على الرؤية. بص نمره 5 بيتفرج على الكوره وسايب اللي وراه. المفترض انك انت يعني دي نصيحه لاي لاعب بيلعب سيرت باك، ان في حاجتين، انت لا بتحس بعينك لا بتحس بايدك. ايوه انت طول ما انت حاسس اللعيب جنبك وحاسس، يبقى انت في طول ايد بس. يبقى انت اللعيب بعيد عنك طول ايدك بس. أيوه. لكن لو ما لقيتش انك انت حسيت لازم تعمل النظره، توقف غلط، لازم تبدا بالنظره. في ناس يبداوا بالنظره الاول فمش مستحق، مش عايز يمسك بايده علشان الحكم، وفي ناس بيشتغل. هو وجهها كويس قوي يا كابتن عادل. بس هو توجيه هاي. يعني فيها التوفيق برضه. طه نموذج طبعا يعني حلوه جدا في الزاويه البعيده بتاعت عمر عكس اتجاه هو بتاعت محمد بسام، وطبعا فيها خطا كبير. محمد بسام بيجري ورا الكوره، هو لو يعني لو حارس مرمى بيتعادل بيزق واحده ثانيه ويعمل عليها الطرد. ايوه هو الكره نزلت، الكره كمان مش مظبوط. بص يا اسامه لو شفتها الكره نزلت في حته ما فيهاش نجيله. اتفرج عليها، طب في حته ما فيهاش نجيله، جرتها شويه. خلي بالك ودي مهمه جدا، يمكن دي بس هو توجيه الكره في مهارة. انا مع اسامه برضو فيها صح. هو طبعا توجيه مهاره عاليه جدا من اجاييه، بس بسام لازم واحده ويقطع ويعمل استرايك. هو قاعد يجري ورا الكوره. لا هو بص يا كابتن، هو رجع بظهره، لكن لو طلع لقدام بس أيوة سنتي ولا حاجه كان الخطوة عملت تراي. لكن خلي بالك انا شفتها كويس، راح في نقطه. لا بس راح في نقطه، بص شفتها كويس نقطة اللي بعيدة. هي عدم النجيله دي جرت الكوره دي حقيقه. بص اتفرج عليها يعني، ولكن في الاخر تقدر تقول دي حست لاعب كبير. حتى الجون الثاني اللي جاب لحظه شويه، لحظه ما نجيبش دلوقتي المواقف، لحظه واحده بس بعد ما نكمل الكابتن عادل. فانا بقول الجمال في الامر ايه، حتى اجاييه الجون الثاني اللي جابه بينم عن واحد عنده ثقه في نفسه، لانه حاططها فيها صعوبه شويه، اي حد في الوقت ده ممكن يخاف ان يعملها فهيشوط جامد ممكن تطلع فوق، لكن هو عنده حاسه تهديفيه، فكره عالي.
وده من اللعيبه اللي احنا الفتره اللي فاتت خسرناه وقت كبير قوي حتى في كاس العالم للانديه. لو كان في التوب فورم بتاعه كان عمل لك حاجه كويسه، ولكن التغييرات انا من وجهه نظري دي لصالح المدرب، ولكن اتمنى انه ممكن تغيير ديانج في اخر دقيقه ياخد منه مش يديله، ياخد منه ثقه. بمعنى ايه؟ انا ديانج لعيب كبير، ديانج مشروع، انا بعتبره مشروع للنادي الاهلي، مشروع يفيدك سنه ويفيدك ماديا، يعني ده وجهه نظري. فانا لازم احافظ عليه شويه، حته اراعي مشاعره شويه في حته انه في اخر دقيقه دي ينزل مش هو. اي نعم، اللعيبه لازم تبقى محترفين في اي وقت، المدرب يطلب ينزل، كل الكلام ده كويس، بس مش المحترفين. صحيح، دي مهمه. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك. يمكن انا ولا كابتن اسامه حسني عايز كابتن الف مبروك للنادي الاهلي. شخصيه لعيب النادي الاهلي بالروح العاليه هي اللي حسمت الماتش اخر تلت ساعه. طبعا يعني الحمد لله طبعا على المكسب. وكنا قلنا قبل بدايه المباراه، مباراه النهارده اهم حاجه فيها محتاجينها المكسب، حتى لو النهارده الاداء، لكن انت محتاج المكسب. المكسب بيديك ثقه، بيرجع الثقه للعيبه مره اخرى، بيرجع الثقه لموسيماني والجهاز الفني. وقبل المباراه او على الخط كمان لما شفنا موسيماني ملامح وشه لما دخل الهدف بتاع طلاع الجيش، تحس ان هو مضغوط، يعني في ضغط عند اللعيبه. علشان كده هو كابتن الهدف ده هدف لا ده اجاي لا هدف التاني. ده الهدف الثاني، ده الهدف الثاني، الهدف الثاني طبعا. يعني عايزين نجيب الجول من اول. طاهر عاملها يعني عرضيه قويه، لا هتم الاول عشان نشوف الكره بس راحت فين. هي كره كانت مع فرقه الطلائع هنا اجاي حتى هو اللي قطعها. يعني بدايه الهجمه من عند اجاي. النهارده طاهر يعني في انتشار طبعا عرضي كويس للاعيبه النادي الاهلي، عامله في تكتل دفاع الطلائع، فانت عندك الانتشار بره طاهر. واجايه كمان النهارده الكره الثانيه اول ما بدا الطلائع، ده ما كانش موجود في الشوط الاول، ان الهدف مش في اللقطه دي، الهدف بدايه من عند اجايه. يا ريت استاذ سمير عكاش يرجع لنا باللقطه، الهدف مش اللقطه دي اللقطه بتاعت مدافع او خط وسط. هي دي بدايه بالزبط. الهدف من هنا من اجايه بالظبط، وده ما كناش بنشوفه في الشوط الاول. كان لاعيبه وسط الطلائع عندها حريه في نص الملعب تنقل، فكان في على طول يعني بيروحوا بفرص خطر على الشناوي. لكن هنا العرضيه طبعا قويه من طاهر، صح، ولتر بواليا بيتعامل مع الكره وبيطلع في الاشتراك مع احمد علاء على ما اعتقد، مع احمد علاء اللي واقف ورا اسلام جمال، مع اسلام وتكمله جمال. هنا بقى التكمله الثانيه بتاعت اجايه ما شاء الله. صحيح، عندنا يعني اجايه مهم جدا لاي مدير فني. صحيح، لعيب النهارده لما بيلعب تحت المهاجم بيأدي وبيحل بشكل كبير. صح، شفناه النهارده بيأدي ازاي. النهارده كمان لما بتعوز تغير في شكل اللعب وعايز تلعب بمهاجم يقدر يحتفظ بالكوره يلعب في المساحات الضيقه برضه بتلعب اجايه. صح، فانت النهارده اجايه يعني حل من الحلول الهجوميه مهم جدا. انت بتلاقي اللعيب لما بيرجع من فتره اصابه طويله بياخد وقت. مظبوط، لكن اجايه النهارده مع اول مباراه ليه بعد 3 شهور في كاس العالم امام بالميراس. طيب، بيلعب حوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه، بينزل يغير شكل طريقه النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي. محطه مهمه، بيعرف يوقف على الكوره من مكاسب ماتش النهارده. طبعا ده اجايه ومحمد الشناوي. اسامه شوف الجون حاططها اهم مكسب بسن الجزمه بالستارز. طبعا صحيح، ودي ارقام مهمه جدا وصعبه. صعبه لان اي لعيب ممكن يشوطها بوش رجله يطلعها فوق. طبعا دي قيمه اجايه، خلي بالك دي بتاعت لعيب هداف. طبعا يعني يعرف يجيب جول. ما هو قيمته في ايه يا كابتن؟ في الحاسه انه كان ممكن يحطها جامد فتطلع فوق. لا، صحيح، ان هو كتمها عشان يضمنها الستارز. بيدافع وبينقل الكوره. صحيح، والكوره بتتلعب بعرض وبياخد السبرنت وبيحط الكوره زي ما عادل بيقول بالستارز بتاع الجنب. يعني بيعمل كل حاجه. صحيح، في الكوره. كابتن شيفا، قبل ما اقول لك على تقييمك بشكل عام على اداء النادي الاهلي النهارده، عايز اكلمك على حاجه. اتفضل. واحنا لازم نضغط علشان تظهر شخصيه لعيب النادي الاهلي. رايح اقول لك على حاجه، انا قلت لكم احنا قاعدين مع بعض كده، يعني انا حاسس ما زلنا عندنا حاله اجهاد واضحه جدا على الفريق كله الحقيقه. الاجهاد ده بيخش في التفكير، في التنفيذ، في التحركات بتاعت اللعيبه كلها. وانت عشان تكسب اي فرقه لازم يبقى لك وجود في منطقه الخصم، المنطقه اللي هي اللي انت شايفها اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي، وبنجيب منها الجول الفوز. المنطقه دي لازم تبقى بواحد واثنين وثلاثه. مستر موسيماني قال لك النهارده ايه؟
احنا لم نكن في حالتنا الجيده وحاسين بالاحساس ده. بس انا كاحساسي بلعيب كوره بحس ان فرقتنا ما زالت خارجه من اجهاد كبير قوي وعندها ضغط نفسي برضو ما زال وضغط بدني. انا باين واضح على اللعيبه لعيب مش فريش كده مش اخترنا من الفرقه كلها اول شوط اجايه وقفش الاثنين عايزين يلعبوا كوره اللي عندهم الحماس اللي بيفكروا اللي الباقي كله يعني حسين الشحات راجع المفروض يبقى راجع جعان كوره بس مش قادر بس قادر ولو انك بتلهي كويس لا وبتوصل لا انا قصدي يعني حضرتك بتقول على الاجهاد البدني ومع ذلك احنا بننهي كويس وبنوقفين على رجلينا لحد اخر ثانيه لا ما ده كواليتي بلايرز يعني دي نوعيه اللعيب كمان اللي موجوده عندك مش موجوده في اي حته يعني لو اللعيب بيجري ب 30% في الملعب هيبقى عنده تصويبه هيبقى عنده باس هيبقى عنده تيك اوف هيبقى عنده انما الميكانيزم بتاع الفرقه كلها مع بعض مش في حالتك. انت قلت انت المبادره ما كانتش بتاعتك النهارده المبادره كانت بتاعه الفرقه اللي قدامك الحماس اللي عندها رغبه ان يبقى لها وجود قدام النادي الاهلي ودائما وابدا اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتبقى بهذا الشكل. بس احنا دائما كنا بنقول ايه وسام عربي يقول لك الفرقه دي هتبقى عندي هتخلص بعد نص ساعه مش هيقدروا يواجبوا جميع الضغط ده وجميع المشاركه معاك والالتحامات وان يروحوا عندك ويصوبوا خلاص ما بيبقاش عندهم اكتر من كده لازم يبقى ده مجهود موزع على 90 دقيقه ما فيش فرقه هتستحمل مع النادي الاهلي ولا مع بايرن ميونخ ولا مع الفرق الكبيره ولا مع اي فرقه موجوده في مصر الكبيره ان هو يفضل يضغط عليهم على طول مش هيوصل معاهم للنتيجه غير ان اي كونتر اتاك بالفرقه الكبيره دي يقدر بسهوله اللي انت بتتكلم عنها دي مع اننا بنوصل انت بتقول مع اننا احنا موجودين وبننهي صح هو فعلا انت لازم تنهي صح ولازم تبقى موجود بس الموجود بالكثافه العدديه اللي انت شفتها في اخر ثلث ساعه موجود بالظبط بالتركيز بتاع اللعيبه كلها ان انا ناقصني حاجه الهدف اللي انت بتقول عليه اللي دخل فيا خلاني احس ان فاكر ما كان علاء ميهوب هنا وقال لك ايه كبريائي انا ما سمحليش ان انا اخرج من مباراه مغلوب والنهارده كبريائي برضو واسمي واسم اللعيبه على نفسها لا تقبل ان يكون في ضغط عليها بهذا الشكل وان يكون في اهداف انت كل ما هدف بيجي يشيله الشناوي كل ما الباور فيك بيدب اكتر حتى لو انت مش قادر تمشي بتحس حتى في لعيبه بيبقى عندها في الملعب كده انا عايزك تسال لو هل اللعيبه في حد النهارده جراله اي حاجه جاله شد جاله اصابه عشان ماتش فيتا كلاب انا بطمن على اللعيبه كلها بس انا حاسس ان اللعيبه بتادي بمجهود اقوى من حالتها البدنيه الحقيقه يعني حاسس ان هم عايزين حاله استشفاء مهما كانوا خدوا يومين اجازه او في لسه ما زالت اثار التعب باين على لعيبتنا الحقيقه ده اللي انا حاسه كده لان ده مش طبيعه النادي الاهلي ان يبقى هو رد فعل في اول نص ساعه او 27 دقيقه انا حاسس ان انا الناس بتروح مني على الجون سهل ما زالت الحكايه مفتوحه بالنسبه للفرق اللي احنا بنلعبها وده خطير جدا لان انا لا اقبل غير الفوز في فيتا كلاب يعني لازم الفرقه تبقى رايحه يوم الماتش ده ان شاء الله السبت طبعا الماتش ده لازم يكون ده الماتش ده تغيير مسار تصحيح مسار تغيير وجود في كل حاجه لانك انت البطل والبطل مطالب دايما بارسال رسائل ورسائل كبيره جدا فانا بتمنى ان او بقول رساله للعيبه احنا فاهمين وعارفين كل حاجه ومقدرين انتوا ما عندكوش اي حاجه النهارده احنا بنقول البدايه مش قويه البدايه حتى المدرب بتاعكم ماشي حاسس بيكم النهارده ان في حاجه نجيبها من الاول دي نجيبها من الاول يا سمير وانا عايز افهم ممكن نجيبها دي حاله من ضمن الحالات ادام جبت لي بقى بس اثبت لا اثبت هنا ورا نثبت ورا شويه لا خد بالك الكوره دي لازم تيجي من عند محمد هاني ما انا عايز اشوف هي جايه منين انا عايزها من عند محمد هاني مش من هنا من ورا كمان ورا تاني عشان الباك ليفت بتاعي يتضرب بالشكل ده لازم يكون في حصل ميس باص كبير لان جت عند محمد هاني عند الباك رايت ولعبها بوش رجله في نص الملعب بطريقه غير مسؤوله اتردد كونتر اتاك عندك ما كانش قادر محمود وحيد يعمل التغطيه الشامله وفي رد فعل على بنون يعني لان الوقفه خدت بالك هنا خلاص دي لعيبه بتتحرك كويس قوي واللعيب اللي معاه الكوره ده لعيب سريع ومن نجوم مباراه طلع الجيش النهارده كمان هي عامل حاله كبيره جدا احمد سمير فادام انت اتضربت بهذا الشكل شوف كان الباك ليفت بتاعك بيعد نفسه ان هو يعمل هجمه صحيح مش بيعد نفسه ان هو جاي يدافع ويقفل صحيح. على جوه صحيح كم سما انت كنت طالب الحاله ديت كنت عايز تتكلم عليها من بدايتها ما احنا عايزين بقى نجيبها من قبل كده نجيبها من قبل كده ممكن نجيبها من البدايه لو موجوده يعني لو موجوده لا خلاص طبعا هي ما بانتش كده ماشي طيب انا عايز اعرف بقى رؤيتك
الفنيه لاداء النادي الاهلي النهارده؟ ما هو انا قلت وليه اتاخر المكسب لاخر خمس دقايق ولا اخر دقيقتين؟ البدايه كانت وحشه جدا. البدايه و و و وده قلناه في اكتر من مباراه يعني كويس. انت لو عديت مثلا 10 مباريات الاخيره مثلا للنادي الاهلي هتلاقي المباريات اللي النادي الاهلي ابتداها بشراسه جامده جدا في البدايه وقدر يجيب جون في البدايه حتى لو ما جابش جون هو بيعيد الكوره يا كابتن من اول ماشي بتتنقل طبعا كوره معانا الشمال معانا طبيعي هنا وحيد واخد الخط هناك وهاني فتح هنا يبقى هيعملها بوش رجله هنا بص هنا هنا بص الغلطه بص وحيد فين بقى اصبر اثبت 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 المسافه كبيره قوي على وحيد هي هنا الغلطه من هاني لما الكره اتقطعت منه ما دي بقى الحالات اللي هي احيانا الخطا في التمرير بيفرق يعني في ناس كتيره هتقول ان وحيد غلط ان هو هنا بس هي الكوره كانت في حوزتنا بدايه هجمه وبدايه هجمه وضع طبيعي ان وحيد يبقى هنا بس لا ما مش طبيعي. ممكن يا مش طب طبيعي. طب طبيعي. انا بس يا عادل اتفضل يا كابتن بص يا ايمن في فرق عشان بس احنا ما نقعدش نطول في الكلام ده في فرق بتحب لما الكوره تكون في جنب لازم الباكين يبقوا طالعين قوي مظبوط وفي فرق بيحبوا لما الكوره تبقى في جنب الباك ان الـ ان ان الـ الباك العكسي ان الباك العكسي يقفل شويه بس حتى لو الباك العكسي عمل يا سمير بعد اذنك وقف بس وانا عشان لما يكون الباك العكسي هناك واحد من نص الملعب هو اللي يهدى يعني دلوقتي وحيد بالكره بص يا اسامه دي كانت هجمه لينا ايوه ايوه, أيوة ما انا بقول اهو ما انا بقول الكره بتتنقل هناك كويس. وحيد واخد الخط لان الكره لسه معانا مفيش مشكله هو دلوقتي فاتح عادي كل ده مفروض بقى الطبيعي ان واحد لو وحيد واخد كده واحد من نص الملعب ينزل لتحت شويه اللي هو كان السوليه بس وحيد المسافه بقت واسعه عليه انا بقول لك في فرق بتحب تطلع الباكين مع بعض شفناها كتير جدا منتخب البرازيل كان بيعمل كده وفي فرق ما بتحبش الا لما الكره بتلف ناحيه الباك اليمين ان الباك الشمال يفضل قافل لجوه هنا في اللقطه دي او في حاجه في اللقطه دي كان لازم السوليه يخش جوه على طول في حاجه ثانيه يا كابتن اسامه برضه احساس ايمن بالمكان ما ينفعش ان انا اروح اقابل وحاسس ان في واحد ممكن يضربني طبعا ورايا. ممكن ااخر نفسي شويه حتى لو عمرو جمال استلم خلاص يبقى انا مأخر نفسي صح يبقى انا ما خرجتش بره اللعب مظبوط ده ممكن حل ثاني مظبوط بس انا بتكلم على الموقف من الاول انا بشرح لك بالتسلسل مظبوط ان الكوره كانت في جنب وبتتنقل والكوره معانا صح ممكن جدا وحيد فين يا كابتن اسامه دي اهم انا عاوز في الجنب اليمين انا عايز دي اصل احنا قلنا كلمه انت بتقول ان في مدرستين مدرسه ان في ناس بتطلع لقدام بالاثنين بس هو يا كابتن يعني المفترض انه لما بيقف هنا بس يعني الجزء البعيد الاخير في التلت الاخير لا من بدري كمان لا يا كابتن والله بدري من بدري عارف الدخوله دي يا كابتن من بدري اهم حاجه لازم الطلوع الباك رايت لو بيشتغل الباك ليفت لازم بيقعد. لا مش لازم لا ليه؟ لا معلش اقول لك بس معلش هي دي مدرسه مظبوط اقول لك بس عشان بس هي مش مدرسه ده سيستم معلش لا مش سيستم لا بص خلينا اكمل كلام ماشي بص يا ايمن انا قلت لك وسمير بعد اذنك وقف اللعبه دلوقتي الكره في حوزتك خالص ايوه انت عارف في فرق كبيره في العالم ها بيبقى السردباكين بس ومعاهم واحد سايت من نص الملعب والباكين دولت طايرين في كمان اكتر من كده كمان مظبوط هي الفكره انك انت ثلاثه فلات ماشي مش في اللعبه دي بس ليفربول بيعمل كده ناس كتير فاللي انا اقصده انتوا حتى لو الكره دلوقتي بتنقل وحيد كانت الكره بتلف هناك اصلا وهو لسه واخد الخط موسع وهاني هو ظهره 30 ده موسع كره ما فيهاش اي كره متامنه جدا هتتلعب لحمدي فتحي تتلعب لهاني ممكن وحيد يأخر نفسه شويه لكن انا عايز اقول ايه بيبقى في دقه في التمرير مفيش اللي هي الاخطاء البسيطه دي بتحصل فانا وحيد اذا كان اخطا فبرضه اذا وحيد ما لحقش مفروض زي ما اسامه قال ان سردباكين يعملوا ديلينج ومش ضروري يضغطوا وكمان عمرو سولاي اخر نفسه كده يعني عمرو سولاي اقف كده اقف هنا بس سمير هنا ايوه بص بقى التدويره دي تدويره الكوره من عند قفشه اللي هو رجعها لغايه النص الثاني ظلمت ظلمت محمود وحيد اللي كان واخد المكان اللي هو رايح طاير فيه بص يا جماعه كمل بس كان هيبقى صعب يرجع كابتن اسامه على تمركز السوليه دلوقتي السوليه دلوقتي الكره ما تتنقل هنا انقلها سمير على اليمين انقل على اليمين لازم ينزل على اليمين
لازم السوليه ينزل لتحت كده، ينزل لتحت عند الدايره لتحت مظبوط الدايره بقى في ممكن واحد زي ما انت بتقول برضو دي مدرسه تانية انه يقفل كده وهي بتتنقل هنا بس واحد فيهم لازم يكون مأخر نفسه. اضمن مين يا كابتن؟ اضمن ده او ده. طب لحظه بس، سؤال بس اساله لك، سؤال خفيف قوي. ماشي يا سمير الكره هنا لمحمد هاني، ماشي لمحمد هاني كده، سمير ماشي الكره، اوقف بقى سمير عند محمد هاني، تمركز السلايه ينزل تحت شويه. لحظه في دي لحظه، اوقف هنا سمير، يعني محمود وحيد من هنا يقدر ياخد اللونج باس؟ لا مش ضروري اللونج باس، يعني هو يعني طب هو واقف ليه بره؟ ممكن جدا تقعد تتنقل من هنا للسوليه ليه؟ زي ما هي مقفوله مضروبه. لا لا يعني هنا مش مضروبه، في ضغط هنا، في ضغط مش مضروب، مش هينفع تاخد العكسيه. ومين قال هتاخد العكسيه؟ او الباك ليفت، يعني علي معلول لما بيجي يطلع علي معلول بيطلع في الوقت المناسب، التايمنج بتاعه عالي علشان كده بتلاقيه هناك. لكن انا لما اروح بدري كده معناها اني انا رايح ماليش اي لازمه في الكوره ده، بالعكس اعمل ايه بقى؟ اقف في الحته الدفاعيه اكتر من الحته الهجوميه. مش هطول فيها بس بس غير دي برضو السوليه نفسه كان لازم ممكن يسقط لتحت كده تحت الدايره مظبوط عشان يستلم، وبعد كده ممكن يروح محولها لمحمود وحيد. لمحمود وحيد نخش بقى على فهي تكملتها بقى كانت المسافه بعيده، فطبعا اتلعبت حلو من اعتقد ده مهند لعمرو جمال لاحمد سمير. احمد سمير قطع طبعا المسافه بعيده على بدر لان ايمن اشرف طلع يقابل الشناوي، هنا اتحطت طبعا تصدي رائع من الشناوي اللي هو في معظم المواقف بيخلي الاهلي في موقف مكسب على طول. يعني في لحظات كتيره بيخلي النادي الاهلي على قمه او على بدايه المكسب يعني. فالشناوي قايل طبعا انا بس في هجمه يا ريت سمير يجيبها لنا بتاعت ناصر منسي في اخر المباراه. دي برضو دي كانت محور تحول في المباراه، تصدى لها محمد الشناوي، كانت انفراد مزمون. كانت هجمه سريعه لطلاع الجيش في الشوط الثاني يا سمره لناصر منسي. الكره دي هجمه كانت خطره طلاع الجيش، كانت النتيجه 1-1 وانفراد من ناحيه محمد هاني، وراح محمد الشناوي برضو بتصدي رائع. ودي كانت نقطه احنا كلنا بعدها قلنا هنكسب المباراه دي اللي هي عندك عملها له ثرو مش متذكر. اسلام محارب، اسلام محارب حطها له عملها له وراح انفراد. الشناوي 0-0 وقف في الاخر اتفضل. هشام وعادل هشام، هي الكوره بتاعت عشان نقفلها بس بتاعت محمود وحيد دي لو اتاخدت واتلعبت اول ما طلع الباك ليفت بتاعي ورحت اعملها له ان بتوين كده وراحت في مكان الراجل ده في الهجمه بتاعته دي مش حصل كل الدوشه دي. ولو كانت ماتت كانت ماتت هناك صحيح. ولو كان فده اتظلم فيها محمود وحيد ان الكوره بدل ما بتتلعب له عادل على طول هو الراجل هيعمل ايه؟ ده بقى وينج ليفت، الراجل بقى وينج ليفت على الخط هناك اسمه باك ليفت يا كابتن. اتفضل يا كابتن اسامه. يعني ده ليفت بقى وينج ليفت كده دلوقتي بقى انسايد ليفت زي معلول ما بيخش لغايه خط السته. كلمني كتير قوي يا كابتن سيدي. ثانية واحدة بس يا ايمن، باك ليفت ايه؟ ده راجل رايح بيعمل لك كرة عرضية مضحي انت مش عايز حد يغطي عليه؟ ده الحالة الثانية. احنا كنا بنقول يبقى كده الحالة الثانية يا اسامه. الباكين اللي بيطيروا دول مش لازم الهاف ينزل يميل يسد عنهم ولا احنا كنا بنقول في كل مره اي حاجه تانية؟ لا لا صح، توزعوا على حد من نص الملعب زي ما انت قلت. عمرو السوليه كان مره في ست حالات جايين انا في الحاله دي ده انتوا سايب زي ما يكون محمود وحيد. لا لا هو اللي اخطا اللي هو عارف. بص هي دي الكره بتاعت الله ينور يا سمره والله حلوه قوي. بص الكره دي هدف يعني مليون في الميه لطلع الجيش، تصدي محمد الشناوي في الوقت ده في الدقيقه دي، ودي كانت فخر المباراه صح. دي اللي حولت وبعدها احنا واحنا قاعدين كلنا قلنا الاهلي هيكسب المباراه، دي اللي كلنا قلنا كده. ده السوليه برضو اللي هناك ده عمرو السوليه خلاص بقى انت ايه بتحاول تبحث عن المكسب عندك خطوطك بقى فتحت ده وضع طبيعي يعني الباكين طاروا فانت عايز تكسب يعني مظبوط. اي ميس باص بيعرضك اهو لكل ده. ما طبعا لان انت فاتح خطوطك وبتكسب وبفتح خطوطك عشان تلعب وتضغطهم وتكسب الجيم. ده قيمه يا وضع طبيعي. ده قيمه يا ايمن لما يكون عندك حارس بحجم محمد طبعًا الشناوي طبعًا. لان دي لحظات فرق كتيره تخسر الماتش وخلاص مزبوط. يعني او يجي فيها الجون الثاني والتوقيت كمان بص التوقيت فرصه هدف 100% طالع باتزان أسد. واقف على رجله حط نمله في اللحظه اللي الفرصه دي بعد الهدف اللي احنا جبناه سد منيه. لا قبلها دي في الدقيقه 85 دي في الدقيقه 85 مظبوط.
يعني قبل الجون بتاعنا باربع دقائق تقريبا او خمس دقائق صحيح. فرصه هدف مؤكد اتفضل هايله. فالبدايه تملي في معظم الماتشات بتبقى ضعيفه. نهينا الشوط الاولاني كويس وقلنا فيه بقت فيه احساس ان ان انك انت بعد ما جه في الجون وبعدين اتعادلت وابتديت تركب الماتش. الشوط الثاني بدايته افضل ولكن مفيش شك ان التغييرات، واحنا قلنا ان من بدايه الشوط من وجهه نظري كان ممكن يحصل تغيير في الثلث الامامي، لكن هو التغيير ابتدى في الدقيقه 63 بواليا وطاهر نزلوا عملوا اضافه مكان شريف وفتحي ونزل قفشه في نص الملعب واجايه بقى تحت بواليا. بقت العمليه فيها حركه، طاهر عامل حركه، اجايه تحت بواليا عامل حركه، بواليا كل كره بيشترك فيها بشكل كويس. صحيح هو زي ما قلنا ما جابش جون بس كان مؤثر في اكتر من كوره، صلح واحده الكهرباء، صلح واحده لاجاييه، الكره الهدف الثاني هو مشارك فيه، فعمل حركه كويسه وبقى عندك زياده عدديه جوه ال 18. فالتغييرات كانت لها دور رئيسي في اللي هي الايه، بقت عندك شراسه هجوميه، بقت احساسك انك انت بتوصل جوه ال 18 بعدد كبير هتجيب شكلك خلاص هتجيب. يعني رغم انه الجيش قلنا الكرة دي كانت خطر جدا في الدقيقة 85 لكن دي غيرت مجرى الماتش. غيرت مجرى الماتش تماما. فالشوط الثاني النادي الاهلي افضل، التغييرات كانت مؤثرة والتغييرات كانت مؤثرة بشكل كبير. صحيح. وطبعا الشناوي واجايه يعتبروا النهاردة فارقين جدا في مكسب النادي الاهلي النهاردة. كابتن عادل، ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي الشوط الثاني؟ يعني زي ما هل التغييرات كانت سبب رئيسي ولا شخصيه البطل اللي عايزه تطلع عشان الكبرياء؟ احنا اتفقنا ان النادي الاهلي بقاله يجي 7 ماتشات على كده، بالشوط الاولاني بنهدر وقت فيه كبير قوي، والشوط الثاني لما الفرقه بدنيا احنا كويسين قوي، يمكن في فترات علينا اللي هي الايجاد بتاع ماتش تنزانيا، ولكن انت لعب النهارده لاخر دقيقه، انت كسبان في الوقت الضايع، فلما تكسب في الوقت الضايع يبقى عندك باور، عندك قوه. لكن المهم في الامر انك انت بدات تتخلى عن الحته بتاعه اللي عاوز تتغلب على التعب او تتغلب على الناحيه التكتيكيه، انك انت فيها روح وجدعانه وقلب وجري وحاجات كتير قوي. لكن التغير اللي انا شايفه في عدد من اللاعبين في النادي الاهلي في الوقت الحالي، يجب ان هم يعني ايه بما معناه، انا مش عارف اجيبها لان انا مش مدير فني بتاع النادي الاهلي دلوقتي، لكن انا عاوز اتكلم على تقسيم الوقت ما بينهم علشان ترجع للاستشفاء الكامله بتاعهم. أيه. انت عندك لعيبه الفرق ما بين مستوى ومستوى مش كبير. قصدك بعض العناصر اللي بتلعب بشكل اساسي؟ ايوه. يعني كتير بنطالب ان الفرقه يبقى فيها ثبات، اوكي؟ كويس. وكتير بنطالب ان الفرقه انك انت ممكن تريح وتلعب بلعيب محتاج ان هو يلعب. زي حمدي فتحي اكتر لاعب لعب في كاس العالم للانديه، لعب اوقات كتيره قوي مع الفرقه، جري كتير، وبعدين لعب ماتش تنزانيا سيمبا لعبه كامل، وبعدين النهارده طلع في يجب ان انت الضغط كتير عليه، وهو من اللعيبه اللي طريقه لعبه غير اجايه مثلا. اجايه عنده محطه بيقف وبالكوره، لكن حمدي فتحي بيعتمد على سرعات وجري كتير وقطع، وهو يعتبر انه اللي بيفسد هجمات الفرق الاخرى، فبيجري كتير قوي. فيجب برضو انك انت تراعي الحته دي. ديانج ما بياخدش بقاله كتير، انت فاهمني يا كابتن؟ برافو عليك. فهي الفرق، يعني انت لازم توازن شويه، يعني حمدي فتحي وديانج مش بعاد، يمكن حمدي فتحي في الدفاع اكتر من ديانج، لكن ديانج دفاعه متقدم، حمدي فتحي دفاعه متاخر شويه. حمدي فتحي يقطع ويباصي للقريب، لكن ديانج ممكن بيعمل لك هجمه وبيعمل لك، وانت بتلعب مع 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 انديه انت خلاص بترجع في الدوري، انت مش بتلعب في بطوله افريقيا. فعلشان كده انا بتكلم انك تقسم الوقت شويه علشان حته الايجاد، وفي نفس الوقت مش عاوز برضو يتشيل 5 وتحط 5 عشان تقسم، لا انا بتكلم في لاعب او 2 زي طاهر محمد. طاهر اتصاب ورجع وهو بياخد تدريجي، انا موافق على انه ياخد تدريجي. اللعيبه اللي هي يعني وحيد الباك ليفت، احنا اتكلمنا اكتر من مره ودي وجهات نظر في الكوره، يعني حتى يعني بتبقى مختلفه ما بين مدرب ومدرب وفكر مدرب ومدرب وتكتيك انت بتعمله طول السنه وبتعمله طول الوقت، يعني ما انت ما تجبرنيش ان انا اقف في الحته دي وما اقفش في الحته دي. في كتير من المدربين بيلعبوا لاعب بلغه الكوره خدام الاثنين لعيبه في وسط الملعب، وفي
ياما كم لعيبه كان في منتخب مصر وكانت في النادي الاهلي وكانوا هم اللي بيجروا للعيبه اللي بتلعب في وسط الملعب. صحيح. يعني زي مثلا كان حسام عاشور بيجري لما كان ابو تريكه وبركات كانوا بيبقوا في نص الملعب واحمد حسن عشان هو اللي يقطع وهم اللي يلعبوا. ما هي كره القدم كده ان هي تكامل وتكافل ما بين كل اللاعبين يعني. فانا شايف انه اللي حصل تاني تايم مستر موسيماني بدا يغير التغييرات المنطقيه زي كهربا من اللعيبه اللي الناحيه الهجوميه بتاعته عاليه قوي، حتى في واحده عملها كهربا اللي هي راح ناحيه الشمال وحطها لاجاييه جوه ال 18 فاضيه. في حاجات كتير قوي يعني اتعملت النهارده فيها ايجابيه، ولكن الراجل اجاييه النهارده هو من اعلى اللعيبه. يعني انت تعتبر ان اجاييه ومحمد الشناوي وقفوا مع النادي الاهلي النهارده قدام الثلاثه بونت. قدام الثلاثه بونت. اه دي حقيقه. ما لو جينا في الاخر في النجوم هنبقى نقول الكلام ده. يعني باذن الله. كابتن اسامه يمكن دوسنا في حته البدايات اتكلمنا في موضوع البدايات وكانت مستر موسيماني كانت ليه وجهه نظر تاني مختلفه. يقول لك المهم نهاية. بتنهي كويس. ولكن بيبقى في ضغط جامد، حتى هو باين عليه الضغط العصبي. يعني فاهم؟ يعني البدايات لما بتضيع منك بيبقى في ضغط عليك جامد جدا في المباراه. في احداث المباراه نفسها حتى هو في المؤتمر الصحفي كان باين عليه الضغط العصبي الجامد جدا. انت خلي بالك النهايات ممكن ما تمشيش زي ما انت عايز كل مره. بالظبط. يعني انت لو مشيت معاك المره دي او المره اللي جايه ممكن في مره ما تجيش، لكن انا دايما بكون ضامن البدايات معايا. كويس. ضامن البدايات ان انا ادخل المباراه يبقى عندي قوه بدنيه عاليه، عندي روح عاليه، عندي التحامات اقوى، عندي ضغط عالي، عندي تمرير سريع، عندي تحركات وعرضيات سريعه. لحظه بقى، بمناسبه التحركات والعرضيات يا كابتن اسامه بعد اذنك، يعني لان احنا اتكلمنا في النقطه دي واحنا بنتفرج على الماتش. ما انا هاجيلها دي بس عشان دي نقطه مهمه جدا. عايز اتكلم فيها. لازم. طب انا بتكلم في حته البدايات مهمه، ودي دايما دي مضمونه في ايدي ان انا يعني حتى لو السيناريو بتاع طلاع الجيش ان فريق ممكن يلعب على المرتده او يلعب مثلا بتكتل دفاعي، بداياتي ان انا ممكن احرز هدف. والنهارده النادي الاهلي عمل حاجه برضو جديده احنا ما شفناش بقالنا فتره. طلع الجيش بيلعب ايه؟ 4-1 4-1. النادي الاهلي يا كابتن ايمن بالرغم انك خسران واحد لكن بيحرز هدف في الشوط الاول، دي ما كانتش موجوده قبل كده. صح. لكن جت بعد ضغط انك انت حاسس ان ممكن المباراه تهرب منك. مزبوط. فانت دخلت نفسك في المباراه بسرعه. حته الاطراف من بالزبط. من النقط اللي انا ما شفتهاش النهارده او بقالها فتره غايبه، ودي من احد يعني مكاسب النادي الاهلي طبعًا. او بتكسب النادي الاهلي، هي عمليه الباكين محمد طبعًا. داني ومحمود وحيد. قوه هجوميه طبعا. انت النهارده في ظل التكتلات الدفاعيه بيبقى عندك حل مهم جدا، خاصه ان احنا لو شفنا الباكين بتوع طلاع الجيش ناصف واحمد هاني دايما ضامنين على العمق او قلب الملعب مع علي الفيل واحمد علاء. صح. فعاملين تمركز دفاعي في قلب الملعب، عندك مزبوط. الاطراف فاضيه. فالنهارده محمد هاني بحس دايما طول الوقت، ودي شفتها في سيمبا، ايوه واقف دايما جنب بدر بانون ورا، دايما بيستلم من تحت. طب مزبوط. فين الحته اللي الكابتن اسامه عرابي بيقول عليها وانا بحضر؟ انت طاير قدام. مزبوط. لازم يبقى عندي رجلي الاثنين واخدني لقدام بعد نص الملعب، استلم في مساحه واجبر احمد سمير واجبر الناحيه الثانيه مهند لاشين انهم ينزلوا معايا ويبقوا دايما في حاله دفاعيه. صح. دايما محمد هاني عنده تحفظ تحت. عنده تحفظ. يعني محمود وحيد طبعا يعني مش هنقدر نتكلم عن محمود وحيد كتير، ان هو راجل بقاله فتره بالزبط. كبيره ما لعبش لسه رجليه في الملعب بقاله ماتشين بالظبط، مراد سيمبا شويه في المريخ فبعيد. طبعا علي معلول لا يعني قوه للنادي الاهلي سواء هجوميه او دفاعيه او خبره. لا أوه. علي معلول طبعا لا غنى عنه. صحيح. بس انا عايز اقول برضو حاجه في موضوع محمود وحيد. أوه. محمود وحيد دلوقتي بيبتدي يثبت اقدامه في ناحيه الشمال. طب. في غياب علي معلول. طب يعني لازم ياخد الريسك برضو. طب. يعني دايما لما يبقى واحد ضد واحد ما بياخدش الريسك انه يعدي. ما هو ده اللي كان منقصنا النهارده، حته عمليه الاطراف النهارده انك انت تكون موجود. يعني احنا الكلام ده يعني كل ما بتعمل النهارده عرضيات بتلاقي فيه ضغط، تلاقي فيه كوره فيها خطوره، دايما بنمس الكوره. دايما كان فيه تحفظ شويه من وحيد وانه كان قلقان شويه من احمد سمير. بالزبط. احمد سمير راكن فهو عامل حساب احمد سمير دايما، ما كانش بيجبر احمد سمير عكس علي معلول. علي معلول دايما حتى لو مين بيلعب عليه بيجبره ان هو يروح هو اللي يمسكه على 18. ان دي ميزه عند علي معلول. صح. دايما بياخد في ظهر الراجل بيلعب قدامه. دايما بيروح يشتغل مع
وانتو مع الراجل المهاجم اللي شغال قدامه. وزي ما قال الكابتن عادل بيختار التايمنج الصح. فانت النهارده الاهلي تحس ان الاجنحه بتاعته يعني ما كانتش طايره، فعشان دي النهارده نقصتنا شويه في الناحيه الهجوميه، ودي من العناصر المهمه. بدات تظهر بنزول طاهر، طاهر اشتغل هو في المساحات دي قدام محمد دهاني، علشان كده شفنا الهدف اللي جابه اجايل، الهدف الثاني كان كره عرضيه من طاهر محمد طاهر. الحاجه الثانيه برضو الحاجه المهمه، وهو من اللعيبه اللي انا على المستوى الشخصي انا يعني بحبه جدا ومقتنع بيه مليون في المية، حسين الشحات. حسين الشحات لما بيفوق بيعمل لك شكل قدام، لما بيفوق بيمثل لك خطوره، بيقدر يسجل اهداف. النهارده حسين الشحات برضو يعني ما لعبش مباراه المريخ، كان موقوف، ومباراه سيمبا ما سافرش، فعنده اريحيه النهارده عكس اللعيبه الثانيه اللي سافرت وكان في اجهاد. فالنهارده كان لازم يكون المردود بتاع حسين الشحات اقوى من كده. صحيح. لازم نشوف اقوى من كده، ان الفتره اللي جايه احنا محتاجين كل اللعيبه، محتاجين كهربا، ومحتاجين ولتر بواليا، محتاجين طاهر، محتاجين عندك كل 3 ايام ماتش، فعلشان كده محتاجين كل اللعيبه تكون يعني في حاله بدنيه عاليه. برضو النقطه الثانيه محتاجين يعني في بدايه المباراه واحنا بنتكلم عنها او على مدار المباراه النواحي البدنيه العاليه في عمليه الضغط دي محتاجين نشوفها خلال الفتره الجايه، لكن مباريات الدوري او مشوار الدوري او بطوله الدوري دايما في مباريات بكسبها ممكن يبقى ادائي سيء. صح. بس النهارده محتاج ان انا اكسب، هو ده دي بطوله الدوري. مزبوط. مش شرط علشان اكسب مباراه لازم اكون في احسن افضل حالاتي عشان احقق البطوله. طبعا. لا، النهارده دي ميزه كويسه دايما في لعيبه النادي الاهلي او في تيم النادي الاهلي، ممكن ما اكونش في افضل حالاتي لكن اقدر ان انا اطلع بالثلاث نقط انهم يعني يحطوني في جو المنافسه، انا خاصه ان عندك ماتشين لو ربنا كرمنا بيهم تتحط في صداره المباراه في صداره الجدول. المباراه الجايه هتكون عندك مباراه مهمه محتاج بقى تادي فيها بشكل كويس وتادي فيها باريحيه، تقدر تلعب كورتك الهجوميه خاصه بعد المكسب بتاعك النهارده اللي ادى ثقه لموسيماني وادى ثقه للاعيبه النادي الاهلي. ايمن يا ريت لو جبت الجول اللي دخل فينا بس عشان كنت ممكن نجيب الجول اللي دخل فينا يعني لو ان امكن يعني لانه ماشي. هو عادي يجيب الحالات اللي احنا مش عايزين نتكلم عليها خالص. ماشي كابتن. كابتن شريف عايزين نتكلم على التغييرات، بس قبل ما نتكلم على التغييرات عايزين نتكلم على تقييم خطوط فريق النادي الاهلي ككل. ناخد بدايه مع حضرتك، ناخد الشناوي وخط الدفاع اللي قدام، محمود وحيد، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني. الطرفين زي ما قال الكابتن اسامه كانوا عندهم تحفظ شويه في النواحي الهجوميه. هو انت حاله الضغط اللي حصلت عليك من فرقه طلائع الجيش في اول مباراه ممكن تخليك تغير اي تحركات انت بتبتدي بيها او بتحس ان الحياه الطبيعيه موجوده لسه. لا، النهارده فرقه طلائع كان بتهجم عليك في كل خط او على الاجناب خصوصا بثلاث لعيبه. بتحاول دايما يمكن ليها السبق انها تقطع الكوره وتعمل الكونتر اتاك، خصوصا ان محمد هاني الكوره اللي هي راحت وقعدنا نحللها ساعه بتاعت محمد وحيد دي لما الكوره جات له. يا ريت عايز حاجه يا اسامه هنا، عايز اللعبه ولا عايز الفاول؟ لا الفاول بس. وسمير الفاول بقى. ماشي. واحمد سمير بيشوطها. بص، واحمد سمير بيشوطها. بص الشناوي بيقول لهم نطوا، هم على فكره الحيطه يعني هي نطت. أيوة. بس هي الفكرة ان الاول حتة اللي دخلت منها الاتنين بعدوا عن بعض، اللي هو اعتقد كان السولية اول واحد وجنبه بدر بنون، عملوا جاب بينهم ببعض. وشناوي قايم بيقول لهم نط. بص هي دخلت بينهم، بص دخلت. بص بعدوا هو المفروض ينطوا بس ينطوا وهي مقفولة يعني. انت خدت بالك هي دخلت في المكان بالظبط اللي السولية فتحه يعني. خلي بالك احمد سمير حطها كويس قوي. ماشي، انا يعني مش بقول ان هي صعوبة. هي محطوطه حلو. بص الشناوي الحركه دي بيقول لهم نطوا. هم نطوا بس الحيطه فتحت. احمد سمير طبعا حاططها ممتازه. مش بتكلم على احمد. بص حاططها باتقان، بس خد بالك انت هنا اللقطه دي بقى يا ريت هو يجيبها. بص هتلاقي السوليه بعد وفتح بص فتح الحيطه. فتح الحيطه هي دخلت مكانها بالظبط. هو المفروض ينط في مكانه وهو قافل. مظبوط. هي دي بس النقطه. صعب على الشناوي طبعا. طبعا صعب على الشناوي طبعا. ايمن اشرف بدر بنون. ايمن اشرف وبدر بنون. ايمن اشرف كالعاده هو حلقه الوصل بتبقى بين سوليه وحمدي فتحي. لان هو اللي عنده الكوره، وبنون على طول بيلعب اللعب الهادي بتاعه اللي بيسلم ويستلم. فلازم انت يبقى عندك مثلث دايما في كل ما لعيب يكون عنده الكوره. لازم احس ان في لعيب واحد على يمينه وواحد على شماله وهو بيختار الاحسن. انما حاله الضغط اللي عملوها طلائع الجيش الحقيقه فقدتك، انك انت بتقول انا عندي السيطره الاولى. السيطره الاولى في البدايه الاسبقيه انك انت تبقى انت في ملعب الخصم. فكان
في طلوع للديفنترات بتاعتك اذا كان ايمن اشرف او بدر منون لمستوى معين ما بيوصلوش خالص لخط نص الملعب عندك وكان على طول عمرو السوليه ومحمدي فتحي هم اللي مضغوطين عندك في نص ملعبك عشان تبتكر بقى لعبه وتطلع الباك ليفت محمود وحيد وتطلع محمد هاني لازم يكون ليك تفوق لازم يكون ليك انت استحواذ وانت اللي الكره بتاعتك السليمه الباص فيها انما ما يحصلكش كونتر اتاك زي اللي حصل في الكره بتاعت محمود وحيد واللي راحت هو والجون وصدها الشناوي فهنا كان في عمليه ضغط عليك انت ما عرفتش تستخلص منها لان انت برضو كنت مفاجئ بحاله ضغط لعيبه طلائع الجيش مش هيلعبوك من نص ملعب صحيح كابتن اسامه عمرو السوليه وحمدي فتحي وادائهم النهارده على المستوى الدفاعي والمسانده الهجوميه بصراحه من المباريات اللي اتأدت بالذات الشوط الاولاني اقل بكتير من مباراه مثلا اللي كانت في كاس العالم يعني حمدي فتحي في كاس العالم كان متفوق على نفسه السوليه ادى بشكل كويس قوي لكن النهارده تحس ان الشراسه في الضغط والقطع الكوره او حتى في التمرير الامامي والمسانده كانت قليله الشوط الاولاني ولذلك هتلاقي ان مهند لاشين وعمرو السيسي ومصطفى جمال كانوا مسيطرين اكتر على نص الملعب الشوط الاولاني فكانت مؤثرة شوية في المواقف الدفاعية ومؤثرة كمان في انك انت عامل الزيادة العددية مع جاي وقفشة والشحات وشريف كانت قليلة شوية من السلاح حمدي فتحي من المباريات الاقل بالنسبة له من المباريات اللي فاتت كلها ولذلك كلنا قلنا انه ممكن يتغير من بدري وهو فعلا غيره في الدقيقة 63 ونزل مكانه بواليا وطاهر ولعب قفشه في النص الحاجة الثانية السولية أداؤه ارتفع الشوط الثاني يعني السولية نسقه لما بقى هو لوحده وجنبه قفشه وقدامهم أجاييه ابتدى يعمل تمرير كويس ابتدى يسيطر على وسط الملعب ابتدى يزيد في الكرات اللي هي بتبقى يعني كان عامل زياده شويه على ال 18 فاداؤه اتحسن كتير السوليه الشوط الثاني لكن في المجمل هم اقل مثلا من ادائهم في بطوله مثلا كاس العالم صحيح كابتن عادل الطرفين بقى جونيور أجاييه وحسين الشحات لا يعني جونيور كان باين وأداؤه كان مميز دفاعيا وهجوميا حسين الشحات ما كانش في اليوم بتاعه خالص حسين اكتر من مره غاب عن الملعب كتير قوي كان بيخرج بره اطار اللعب فانا شايف انه اداء النهارده اجاييه كان افضل كتير حسين يجب ان هو يعيد شويه حساباته في حته الدفاع والحته الهجوميه وحته الفينشنج لانه عنده قدره انه ممكن يروح ويجيب جون كتير قوي لكن بيخرج بره الجيم كتير قوي صحيح صحيح كابتن اسامه محمد مجدي قفشه ومحمد شريف محمد مجدي قفشه لاعب لا غنى عنه في فريق النادي الاهلي صحيح يبقى عندك كده لعبه البازل يبقى انت لما بتشيل منها حاجه تحس ان اللعبه مش مكتمله طب سؤال على السريع كده هل طاهر محمد طاهر يقدر يقوم بالدور ده لا ما يقدر محمد طاهر لعيب بيعتمد على المساحات محتاج مساحات مجدي قفشه اللعيب اللي بيربط الخطوط ببعض حتى لو محمد مجدي قفشه مش في مستواه لكن يظل لاعب مهم طبعا في تشكيله النادي الاهلي هو اللي بيديك الافضليه في عمليه الاستحواذ عمليه ربط الخطوط تقريب الخطوط وكمان واحنا بنتكلم عن مجدي قفشه النهارده في الهدف الاول هو اللي صنعه لأجاييه لما عملها له رؤيه عرضيه فمحمد مجدي قفشه لعيب مهم حتى في تغييره موسيماني لما حب يزود الناحيه الهجوميه شد حمدي فتحي ولعبه جنب عمرو السوليه فوجوده مهم محمد شريف حاسس ان هو فقد الثقه بتاعته محمد شريف بدا كان سجل على ما اعتقد في مباراه المحله هدفين في السيراميكا نزل كان خد ثقه كبيره بدات اقدامه تثبت في تيم النادي الاهلي حته ان بواليا دخل في الفريق محمد شريف اتركن قعد فتره من الوقت ده ومحمد شريف لسه بيدور على نفسه دي يعني فقدته ثقه كبيره بالعكس يعني كان انا عندي 2 النهارده محمد شريف كنت ممكن اكسبه اكتر من كده لكن هو خامه جيده جدا اشتغل في انبي لما طلع الاعاره بشكل كبير علشان كده النادي الاهلي فضل عودته مره اخرى ولاعيب برضو بيحل في الملعب يعني بيلعب مهاجم بيلعب ممكن تحت المهاجم على طرف من الاطراف لكن يعني محتاجين ثقه اكتر لمحمد شريف موسيماني يبقى في دعم منه لمحمد شريف عشان هو لعيب مهم ولاعيب عنده حلول هجوميه تغييرات في اوقاتها بواليا بدل شريف في الدقيقه 63 طاهر محمد طاهر بدل فتحي الدقيقه 63 كهربا بدل الشحات في الدقيقه 74
سيبك من الاخير ده بتاع ديانج وقفشه. النهارده تغييرات واقعيه بمجرى المباراه، لازم تغييرات هجوميه في اوقاتها. في اوقاتها النهارده موسيماني غير تغييرات بدري، يعني ما اقدرش اقول ان هو اتاخر، لا بالعكس النهارده التغييرات كانت بدري طبعا باستثناء ديانج، ان هو تغييره خلاص يعني ثواني، فهي يعني تعتبر ما ضافتش الفريق، لكن بالزبط. كل التغييرات يعني كانت في محلها وكانت بدري. بالظبط. نيجي بقى في النهايه لنجم المباراه كابتن شريف. الثلاث نقاط. لا احنا من اللعيبه. من ده المهم الثلاث نقاط، لكن من اللعيبه اللي في الملعب. اقدر اقول لك ان الشناوي واجاييه جابوا لنا عوده ثقه كبيره قوي من مباراه سيمبا لغايه المباراه بتاعت النهارده دي. صحيح. حقيقه ادونا ثقه كبيره قوي، انت كان مهم جدا انك تكسب النهارده. صحيح. عشان تشيل الحاله الضغط النفسي اللي كان على لعيبه من مباراه سيمبا، وتريحهم على الاقل شويه لمباراه فيتا كلاب الجايه، فانا اعتقد ان الشناوي اساس ان هو يمنع اي حد يخش 18 بثلاث اربع انفرادات ويشيل الكور دي، فهو انا بعتبره هو اجي نجوم المباراه. كابتن اسام نجوم المباراه. نفس الشيء الشناوي واجي. الشناوي تصدى في توقيتات غير طبيعيه، حافظ لك على انك انت ترجع للمباراه في اخر دقائق. واجاييه كل يعني من اول اللقاء، انا بتكلم بقى على 10 اللي في الملعب. أيوة. كان الافضل في الشوط الاولاني وكان الافضل في الشوط الثاني وجاب هدفين رائعين. فانا النهارده يعني عشان كل مره بنقول الشناوي الشناوي، وفعلا الشناوي من نجوم المباراه النهارده، انا اديها لاجاييه. كابتن عادل. انا من وجهه نظر الشناوي طبعا، لانه الشناوي ممكن انت دخل فيك الجون الاولاني، الشناوي انقذ الهدف وهدف ثاني وهدف ثالث، لو النتيجه راحت ل 2 او 3 اجي مش هيبقى كويس، او اي لعيب في الملعب مش هيبقى كويس. لكن هو البدايه ان الشناوي مديك ثقه، بيخليك عندك اريحيه. في الكابتن اسامه قالها قبل كده، قال بيقول ان الشناوي طول الوقت مخليك في مكسب في مكسب في مكسب، انك تكسب هتجيب جون تكسب. صحيح. فلما انت يدخل فيك جون ولا 2 ولا 3 والشناوي يشيلك، اقدر اقول لك ان الشناوي وجهه نظر. كابتن اسامه حسن. طبعا الشناوي وأجاييه نجوم المباراه، يعني هما اللي كانوا فايقين، هما الاثنين لعيبه اللي كانوا فايقين في فرقه النادي الاهلي كلهم. لولا الشناوي كان ممكن نتلقى اكثر من هدف، لولا أجاييه ما كناش نقدر ناخد ثلاث نقاط. طب اديها لواحد بس، تديها لمين؟ لا ما ينفعش. اثنين. انا برضو كده، انا نفس الحكايه برضو. انا برضو على نفس المستوى. لا ادي واحد. انا لا ما اقدرش. انا برضو كده طلعوا الاثنين، الشناوي وأجاييه. اقول لك ليه؟ هم نجوم المباراه. انت قلت الاثنين وهو قال الاثنين وهو قال الاثنين، هم الاثنين هو قال لا يبقى خلاص الاثنين، وقال الشناوي انا قلت أجاييه، يبقى فعلا هم الاثنين برضو. هم الاثنين برضو. عموما هنروح لفاصل. انت مش رايك كده برضو؟ انا واحد. طيب هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.